ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله فيديو النهارده هتكلم عن الكرياتين اتش سي ال، اللي هو الكرياتين هيدروكلورايد. الكرياتين ده الفتره اللي فاتت يعني بدا ينزل في السوق، ما كانش منتشر قوي في الاول، بدا في ناس كتير بتتكلم عليه، وبدا يعني حاليا هتلاقيه في الاسواق. طبعا مش منتشر قوي، بس يعني بدا يبقى موجود في السوق، يمكن تقريبا سمعته بدات تسمع من سنه وكده. فان شاء الله النهارده يعني هتكلمكم عن كل الجوانب للكرياتين اتش سي ال ده، وطبعا هحاول وانا بتكلم عنه ابتدي اقارنه بالمونوهيدريت، عشان يمكن يكون اغلب الناس اللي بتستعمل الكرياتين بيكونوا مونوهيدريت، فابتدي اعمل لكم مقارنه بينه. يعني على سبيل المثال لما اجي اكلمكم في اي نقطه هقارن لكم بينه وبين المونوهيدريت، وفي الاخر طبعا هبتدي اقول هل هو افضل ولا المونوهيدريت، ونقول المميزات والعيوب بتاعته ان شاء الله. يعني اول حاجه هكلمكم عن الكرياتين بصفه عامه، الكرياتين بيعمل ايه، ايه وظائفه، ايه فايدته، كل الكلام ده. اولا طبعا انا عامل فيديو لسه منزله من قريب اتكلمت فيه عن الكرياتين، قلت بيشتغل ازاي، بيعمل ايه، اتكلمت عنه بتفصيل جدا، ديتيلز يعني. بس هو الفكره ان يعني دلوقتي انا هحاول اديكم نبذه عن الكرياتين بيشتغل ازاي، بس يا ريت تحاول تشوف الفيديو الكامل بتاع الكرياتين بيشتغل اصلا ازاي. وظيفه الكرياتين ان هو بيزود مصادر الطاقه في الجسم اللي هو الاي تي بي، يعني هو بيزود انتاج الاي تي بي في الجسم، والاي تي بي دي هي عمله الطاقه اصلا في الجسم، عشان تقدر تعمل كونتراكشن مثلا بالعضلات بتاعتك، او اصلا ان الجسم يبتدي يؤدي اي وظيفه هو بيحتاج الاي تي بي ده. فيمكن لو هلخص الكرياتين في ثلاث حاجات، ثلاث وظائف بالظبط. اول حاجه يمكن هو بيعبي ميه جوه العضلات، ومعنى ان هو يعبي ميه جوه العضلات ده بيخلي شكل العضله اكبر وبامبت اكتر. ثاني حاجه ان هو بيزود قوتك، وثالث حاجه ان هو بيخليك بدل ما انت هتتعب في نص التمرين لا تقدر تكمل، يعني من الاخر يعني ما تتعبش في نص التمرين، يخليك ما تتعبش بسرعه في التمرين يعني. وده يمكن يكون الملخص بتاع وظائف الكرياتين، ولكن يا ريت نشوف الفيديو بالتفصيل عن الكرياتين انا عامله في القناه عندي. اول حاجه في الكرياتين الاتش سي ال دايما بتكون الجرعه بتاعته، يعني لو جبت العلبه هتلاقي السكوب بتاعه تقريبا حوالي 2.25 جرام، عكس مثلا الكرياتين المونوهيدريت بتلاقي الجرعه الواحده اللي هو السكوب الواحد بيكون فيه حوالي مثلا 5 جرام. فعلى سبيل المثال الكرياتين الاتش سي ال مثلا ممكن تجيب العلبه تلاقي 120 جرعه، عكس مثلا المونوهيدريت ممكن تلاقي العلبه بتكون مثلا 60 جرعه 80 جرعه. فاللي انا عايز اقوله من الاخر يعني ان علبه الكرياتين الاتش سي ال هتقعد معاك مده اكتر بسبب ان الجرعه بتاعتها بتكون حجمها اقل، والجرعتين المفروض ان هما بيدوا نفس النتيجه، سواء اللي هما ال 2.25 جرام بتوع الاتش سي ال او ال 5 جرام بتوع المونوهيدريت. تاني حاجه، ودي يمكن من الحاجات بالنسبه لي انا شخصيا من الحاجات من اجمد الحاجات اللي في الكرياتين الاتش سي ال، ان هو فيه اطعمه، عكس المونوهيدريت اغلب اللي استخدمه عارف ان طعمه بيكون عامل زي الطباشير كده، كأنك جبت الطباشير بتشربه وبيكون طعمه صعب، في ناس لما تيجي تشربها تبتدي تحس كده عايز ترجع، يعني في ناس ما بتستحملش طعمه، يمكن انا من الناس دي. فيمكن يكون لقطه ان في منه اطعمه الكرياتين الاتش سي ال ده يمكن يكون من المميزات الجامده جدا يعني. بالنسبه للكرياتين الاتش سي ال الامتصاص بتاعه بيكون اسرع من المونوهيدريت. وبرده لو هنتكلم في نقطه السعر، علبه الكرياتين الاتش سي ال بتكون اغلى، اغلى من علبه المونوهيدريت، ولكن على الجانب الثاني هتلاقي مثلا علبه الاتش سي ال مثلا هتلاقي فيها 120 جرعه، عكس مثلا المونوهيدريت فيها 60 بس. فاللي انا عايز اقوله انت بتدفع اكتر، ولكن عدد الجرعات اللي بيكون في العلبه بيكون اكتر. فلو هنعمل كتوتال كحاصل حاصل من الاخر يعني هتلاقي ان علبه الاتش سي ال هتقف عليك اوفر. برضو الكرياتين الاتش سي ال بيدوب احسن في الميه، فده يمكن يكون معناه ان هو بيدوب احسن في الميه، ده معناه ان انت لما تيجي تشربه الجسم هيمتصه احسن. برضو من مميزات الكرياتين الاتش سي ال ان هو ملوش فتره تحميل، عكس مثلا الكرياتين المونوهيدريت بتلاقي له فتره تحميل اللي هو مثلا تقعد تاخد 4 سكوب كل يوم على مدار مثلا اسبوع او 5 ايام بعدين تبتدي تاخد سكوب كل يوم، عكس الاتش سي ال هو انت المفروض من اول ما تبتدي تاخده تاخد سكوب واحد كل يوم، من الاخر ما فيهوش جرعه تحميل. انا عارف برضو في الناس هيقول لك في المونوهيدريت انا برضو ما باخدش جرعه التحميل دي، انا عارف انت تقصد ايه، ولكن اللي انا عايز اقوله من الاخر يعني ان الكرياتين الاتش سي ال لو انت مثلا خدت سكوب واحد من ده وخدت سكوب واحد من ده من المونوهيدريت او الاتش سي ال، مع الوقت هتلاقي يعني المفعول بتاع الكرياتين الاتش سي ال هيبتدي يسمع معاك او يبان اسرع من المفعول بتاع المونوهيدريت، يعني من الاخر المفعول بتاع الكرياتين الاتش سي ال بيبان اسرع من المونوهيدريت. وبرده انا عايز اقول لقطه في الاخر، يعني لو جيت بصيتوا على اغلب الكلام اللي انا بقوله في الاول هتلاقي انا رايح اكتر لناحيه الكرياتين الاتش سي ال، الفوائد بتاعته اكتر وكل حاجه، بس انا برضو عايز اقول كلمه حق في الاخر. الكرياتين المونوهيدريت يمكن يكون اكتر نوع كرياتين اتطحن واتعمل عليه ابحاث بالعبيط، اتعمل عليه ابحاث كتير جدا جدا جدا، عكس الكرياتين الاتش سي ال اتعمل عليه برضو ابحاث وكل حاجه، بس هو ما اتطحنش زي المونوهيدريت. المونوهيدريت اتعمل عليه ابحاث كتير جدا جدا جدا، الاتش سي ال برضو مش زي المونوهيدريت، فدي برضو نقطه تتحط في الحسبان يعني، وتكون نقطه في صالح المونوهيدريت. ولو هتاخدوا نصيحتي في الاخر، نصيحتي الشخصيه انا شايف من وجهه نظري، لو انت مثلا شخص عمرك ما استخدمت كرياتين قبل كده لسه اول مره تجرب،
خليك في المونوهيدريت، خد زي ما تقول كده ايه، خد البيزك، خليك لسه في الحاجات الاساسيه وجرب شوف هيعمل معاك نتيجه او مفعول عامل ازاي. وبعديها مثلا انت خلاص استخدمت المونوهيدريت، فخلاص يعني ممكن بعدها تبتدي تجرب الاتش سي ال، فساعتها تقدر تعرف هل الاتش سي ال احسن ولا لا، هل في منه مفعول ولا لا، فتعرف تقيم الموضوع ده صح، عكس لو انت اول مره تستخدم الاتش سي ال. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتوا جداد معانا في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.